احتضن فضاء بيت الحكمة مؤخرا ندوة علمية تحت عنوان العلوم النانوية تحد علمي للقرن الحادي والعشرين ورهان مجتمعي، والتي ستندرج ضمن مشاريع الموسوعة التونسية. فكان لنا لقاء مع الأستاذ عبد المجيد الشرفي رئيس مجمع بيت الحكمة حتى نتعرف أكثر على مدى أهمية هذه الموسوعة في استقطابها لمثل هذه المشاريع. ما هو مشروع الموسوعة التونسية المفتوحة؟ هو مشروع مواصلة لمشروع أنجز منذ بضع سنوات بنشر موسوعة ورقية، الموسوعة التونسية الورقية. وهذه الموسوعة التي امتد إعدادها سنوات كانت محل انتقادات في كثير من الأحيان مشروعة، ولم تكن تغطي كل المجالات، الحضارة والثقافة التونسيتين. لهذا في نطاق المجمع فكرنا في أن تكون الموسوعة التونسية مفتوحة بمعنيين. أولا هي مفتوحة لغير المجمعيين لكي يساهموا فيها، والمجمع لن يسلط رقابة على المادة المقترحة وإنما يتأكد من صبغتها العلمية. وهي مفتوحة بمعنى ثاني أنها يمكن أن تتواصل بحسب تقدم المعرفة، سواء في الميدان الطبيعي ما تحتوي عليه تونس من ثروات ومن معادن ومن حيوان إلى آخره، أو في المجال التاريخي أو في المجال الاقتصادي إلى غير ذلك. ولهذا فهي موسوعة تونسية مفتوحة وعلى الانترنت فقط. لماذا على الانترنت؟ لكي يمكن أن نضيف إليها باستمرار مادة جديدة، وربما نتدارك حتى ما فيها من نقائص قبل تاريخ معين. لهذا السبب فإننا نولي لهذه الموسوعة أهمية كبرى، ونرجو أن تكون هي المرجع الأول الذي يرجع إليه كل باحث وكل مثقف وكل متطلع إلى معرفة من تتعلق بتونس، أن يرجع إلى الموسوعة يجد فيها إما المادة التي تغنيه عن غيرها، أو يجد فيه المراجع التي يمكن أن يوسع بها معارفه. المادة المطروحة إلى حد الآن قداش من مادة؟ المادة المطروحة إلى حد الآن انطلقنا من النواة التي هي الموسوعة التونسية في جزئين في أكثر من 1500 صفحة، لكن نتوقع أن الموسوعة التونسية على الإنترنت ستتجاوز آلاف الصفحات. مشاركين في هالمشروع هذا قديش أبوبريه؟ لا يمكن أن نحصر عدد المساهمين، أولا لأننا في بداية هذا المشروع، ونحن كل مادة تصلنا لابد لها من أعداد، لابد لها من وقت لكي تعد. لكن نحن الآن في مستوى المرحلة التحسيسية لكي يشارك المجمعيون وغير المجمعيين في إثراء هذه الموسوعة. ما مدى أهميتها؟ الهدف يعني؟ الأهمية هي أولا إشعاع الثقافة التونسية، لأن هذه الموسوعة لن تكون مقتصرة على التونسيين فقط، وإنما ستكون موجودة على الإنترنت للقراء في أستراليا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا. وكذلك هي التي تمكننا من أن نحفظ تراثنا وثرواتنا اللامادية بطبيعة الحال في هذه الموسوعة. اللي ما وصلوش الأخبار أو المشروع مازال، شو تقول؟ ننصحه بأن يفتح الانترنت على موقع بيت الحكمة،
سيجد فيه كل ما يرغب فيه من معلومات عن المشاركة في الموسوعات التونسية المفتوحة. الجانب الثقافي هو موضوع اجتماعي بحت، لأنه يذكر في نفس الوقت التقدم الكبير اللي صار للعلوم الفيزيائية والنانوية كما هي تسميها، وهي يعني حاجة هامة جدا وعندها تأثير كبير على صحة الإنسان، على التقديم في جميع المستويات. هي مثلا تكلمت قبليك على الكريم سولير اللي نحطوها باش ما السمش يعني قوية ما تأثرش علينا في صحتنا، وفي نفس الوقت ما نعرفوش إلى هالمواد اللي فيها ما يدخلوش في البدن ويصيروا يعني رد آخر. هي تقول اللي العلوم قاعدة عمال وتتقدم وتتقدم بسرعة كبيرة، وفي نفس الوقت لازم الإنسان يخمم زادة على القيمة الأخلاقية للعلوم. الثقافة بالنسبة لي هي افتتاح المجتمع على المعرفة، وهذه المعرفة حاولت أنا اليوم نوري اللي جميع العلوم عندهم علاقات مع بعضهم، رغم اللي هي يعني يسميوها بالفرنسية سيونس دور، وإحنا سيونس هومان يعني علوم إنسانية فقط، ريتوا اللي فما صلة كبيرة بيناتهم، وهذا اللي أنا كان بدي نوريه المجتمع متثقف ومنفتح وشاف قديش يعني العلوم تقدمت، وقديش في نفس الوقت الإنسان لازم يفكر في رد فعل متاح، في ردود فعل متاحها.